طيب الآن طبعا في الفترة الفاتت وحتى اللحظة صار الطلب على مواقع الإي ليرنينج من الشغلات المطلوبة كثير، إنه بيجي كلاينت بدي أنا أعمل موقع لأبيع أو أعرض كورسز أو حتى لمدرسة بدي مثلا أعرض دروس. ففعليا هنا بدنا نحاول نبحث عن بلوجنز لها علاقة بموضوع الليرنينج مانجمنت سيستم، أو اختصارها دائما بيكون LMS. تمام، LMS اللي هو ليرنينج مانجمنت سيستم. هنشوف الخيارات المجانية وايش بتعطيني، وهل انا فعلا ممكن المجاني هذا يسمح لي ولا انا محتاج للاشي المدفوع. الان كليرنينج مانجمنت سيستم في بعض البلجنز المجانية اللي هي فعليا التوتور LMS والليرن بريس، تقريبا هم هذول اشهر 2 بلجنز مجانيات. تمام، ليرن بريس والتوتور اللي هو LMS. طبعا واضح انه الليرن بريس يعني عليها اقبال اكثر، عندي 100,000 انستوليشن، بعد هيك بيجي وراها التوتور. التوتور مثلا من ميزاتها على سبيل المثال انه هم عاملين لها ادونز للاليمنتور، يعني لو انا بدي اصمم صفحه للكورس تمام بس تمام، فممكن من خلال اليمنتور بصممها، وطبعا بالتالي حتكون متوافقه مع التوتور، لانه فعليا هي في نفس الديفلوبر اللي طور التوتور هو اللي مطور هذه الادونز. يعني هذا هي التوتور هي الاوثر او الديفلوبر هو نفس اللي مطور اصلا البلجن هذا. الليرن بريس برضه حلاقي لها اكستنشنز اضافيه، يعني برضه حلاقي انه في عاملين اكستنشن، بس ما فيش عندي اكستنشن متعلق مثلا في بناء الصفحات على سبيل المثال. الان طبعا بصير الفكره، هل الثيم اللي انا حنزله بيدعم هذول التو بلجن او لا؟ طبعا حكينا دائما موضوع الدعم في موضوع الشكل، يعني هل حيطلع لي شكل الكورس هو او هل هو هل هو او هل هو مخصص لصفحة يعني أرد فيها الكورس بشكل مختلف عن البوست العادية؟ لأن الآن اللي بصير في وورد بريس ولا هنتعلمه في الكودينج إنه أي إشي بنضاف جديد، زي قصة البردك مع الوكوميرس، هنا لما نيجي نتكلم على LMS غالبا حيضيف لي حاجة اسمها كورس. هدول إحنا بنطلق عليهم مصطلح كاستم بوست تايب، يعني هو أساسا بوست بس تايب مختلف عن البوست الافتراضي. صحيح، يعني البوست البيجز البرودكت هدول في الوورد بريس كلهم عباره عن بوست، لكن لهم زي التايب، هذا التايب تبعه برودكت، هذا التايب تبعه بيج، وهذا التايب تبعه بوست. لما نضيف كورس، لما اضيف بلجن بتنشئ لي كورس، فعليا هذا الكورس هو عباره عن كاستم بوست تايب، يعني هو بوست اساسا بس التايب تبعه كورس. الثيمز زي قصة مش تصنيف. الآن لو رحتوا بتبرمجوا عملتوا مثلا نظام يوزر لنظام مدرسة، حيحكي انه هذا اليوزر التايب تبعه مثلا مدير، وهذا اليوزر التايب تبعه طالب، هم كلهم يوزرز بس انا ايش صنفتهم او اعطيتهم نوع. تمام، على نفس الفكرة في نظام الوورد بريس نفسه احنا عندنا المكون الاساسي في الوورد بريس هو البوست. تمام، لكن الوورد بريس عشان تسمح للديفلوبرز انه يعملوا تطوير واضافات على الوورد بريس عملوا حاجه اسمها الكاستم بوست، بمعنى انه انت بتنشئ بوست بس بتخلي التايب تبعه وبتعطي له اسم، زي مثلا الووكوميرس عملت بوست تايب سمته برودكت. الان LMS غالبا هيعملوا لي بوست تايب كورس. طيب ايش الفكره هنا؟ الفكره انه الثيمز كلها عامله بداخلها ملفات لعرض شكل البوست، يعني ما نضغط على خبر او على مقال مش بتطلع لي صفحه تفاصيل المقال. تمام، كل الثيمز بالضبط، كل الثيمز عامله تنسيق كيف نعرض البوست هذا. الان لانه البرودكت والكورس يعتبروا بوست، ففي الغالب حيتم استخدام نفس الصفحه لعرضهم، وبالتالي حنعرضه ممكن كخبر، مع انه البرودكت له طريقه عرض مختلفه عن البوست العادي. نفس الكلام بينطبق على الكورس، لان الووكوميرس عامله قالب لعرض البرودكت. تمام، والثيمز لما تحكي انه هذا الثيم بدعم البرودكت فهو بيكون عامل حسابه لصفحه كيف نعرض شكل المنتج فيها. فلما نتكلم على ثيم بيدعم مثلا الليرن بريس او بيدعم مثلا التوتور، معناته هل هو مصمم لصفحه خاصه لما اليوزر يضغط على تفاصيل الكورس يطلع الكورس بشكل مختلف عن اي بوست ثاني؟ هنا بنحكي انه هذا الثيم بيدعم مثلا الليرن بريس او لا.
اجل كيف نعرف مثلا بما اني حاشتغل مجاني خلينا نشوف في بعض الثيمز المجانيه هل انا ممكن الاقي الثيمز بتدعم الليرن بريس او التوتر. خلينا نروح على الثيمز. ممكن لو بحثنا باسم البلجن يعني لو انا جيت هنا بحثت عن ليرن بريس تمام طلعت لي مش عارف مرات الشوبس ممكن ما لهاش علاقه في الموضوع يعني السيرش مرات بيكون مش بالضبط الكلمه اللي احنا بنبحث عنها بس غالبا ما لوش ولا واحده لهم علاقه. طب لو تكلمنا على ليرن بشكل عام هاي مثلا ليرن بريس اديوكيشن هذا شكل الثيم اصلا معمول للليرن بريس ويمكن لو طلعنا مين ال اوكي بدي اشوف مين الديفلوبر تبعه لا مش نفس الشركه هذه شركه ثانيه بس لاحظوا هذا الثيم عباره عن تشايلد جاي من ثيم اسمه ايديو سنتر هاي الثيم الاساسي برضه من نفس الشركة اللي اسمها سبار بس واضح انه هذا الثيم لو قرأنا مثلا في التاجز ممكن يكون هو ذاكر كلمة ليرن بريس في التاجز بس متذكرها او ممكن يكون في الديسكريبشن هات نتحرك ليرن بريس لا مش موجودة يفترض هو يعني اي ثيم عشان اعرف انه بيدعم ليرن بريس يكتب لي في الديسكريبشن انا بدعم مثلا البلجن تبعت الليرن بريس هجيب لك اي بلجن له علاقه بالكورس عادي عفوا اي ثيم انا يعني كتبت كورس يعني هي بالشرط كتبت انا ليرن عشان البلجن اسمه ليرن هنا اونلاين كورسز برضه هتلاقي ثيمز مثلا ليرن بريس برضه ظهر هنا وغيره خلينا نشوف الليرن بريس هذا ايش وضعه بالاول لو عملنا له بريفيو طبعا بريفيو من هنا على الفاضي صح انه نروح نشوف الديمو من صفحه الهوم بيج نفسه من صفحه الثيم نفسه وهذا الشكل الفعلي انا بدي اياه هاي بعض الديموز احنا بدنا الليرن بريس اديوكيشن مثلا هنا بيعرض كورسز واسعاره ولو ضغطنا على الكورس يفترض انه بيعطيني صفحه للكورس طيب الان هذا الثيم مجاني وغالبا حيطلب مني ان هو محتاج بلجن تمام اللي هي ممكن تكون ليرن بريس بما انه مسمي الثيم على اساسها كيف ديمو؟ لما نصف لو بحكي في ديمو داتا اكيد حنزل الديمو داتا عشان يبين الشكل معنا نفس الفكره كل الثيم سواء بغض النظر للليرنينج مانجمنت لثيم لازم انزل الديمو عشان يطلع الشكل اللي انا بدي اياه لانه غير هيك بدي احاول انا يدويا اطلع الشكل ومش حيظبط معنا في الغالب فلو في ديمو داتا اشتغلوا على ديمو داتا وبعدين بتغيروها في بعض الديموز بتكون برو يعني ممكن بس زي الاسترا في التمبليتس مثلا وفي التمبليت ممكن اختاره يكون اصلا برو مش مسموح لي انزله يعني بس هذا كله فري خلينا ننزل البلجن او خلينا ننزل الثيم نفسه ونشوف هل هو يحتاج بلجن او لا طبعا الثيم نرجع لصفحه الوورد بريس نعمل داونلود او انا ممكن انزل الديمو الاصلي او الثيم الاصلي او فعليا لازم انزل الاثنين يعني لو بدي استخدم التشايلد لازم انزل البيرنت في الاول هننزله جوا الثيمز والثيمز هروح انزل الابن كمان جوا الثيمز وهروح افك بقى في الاثنين هاي هذا وهاي هذا هنعمله اكستراكت تمام هينفع لهم هنروح على الثيمز طبعا بعد ما نشوف الخطوة الفري نشوف مين طب مين الافضل هذول الفري ولا في افضل منهم
اكيد في افضل في البرو، دائما البرو افضل لان بوفر فيتشرز مش موجوده في الفري. احنا اللي نزلناه الليرن بريس اللي هو تمام، نعمل وقت بيت على طول يعطاني انه انا ممكن اعمل امبورت للداتا، وهنا حطول على طول this theme recommend the following plugins learn press على ماس وبيج بيلدر باي ساي. انا مثلا مستخدم بيج بيلدر بس لا هو الليمندر ولا دبليو بي بيكر، مستخدم بيج بيلدر اللي هو بيج بيلدر باي سايت اوريجن. تمام، فانا في عشان يظهر الثيم بالشكل الصح تبعه لازم افعل البلجنز اللي هو طالبها. دائما هنا لما يعطيني القائمه بلجنز هو بيحتاجها تمام، فيفضل اني انزلهم قبل ما انزل الديمو او حتى بعد ما انزل الديمو مش مشكله. خلينا نجرب نعمل ديمو امبورت. في ثيمز خاصه لما يكون شركه بتطور مجموعه من الثيمز، فبدل ما تعمل لكل ثيم ديمو امبورتر تعمل هي بلجن عشان يستخدم لاي ثيم من الثيمز تبعتها للامبورت. لا بس هذول البلجنز، هذول البلجنز للاستخدام مش للامبورت للديمو. بس هو فعليا هنا نزل، هيو قاعد ايش سوى؟ نزل هنا بلجن عشان يعمل لسه الامبورت. وداني طبعا هنا على الديمو، يعني شو اي واحد من هذول بدنا نستخدم. مثلا ناخذ نفس الشكل هذا، طبعا على طول وداني فوق. ما ودانيش فوق بس وداني هنا بس للشغل. بحكي لي بدك تنزل ريكوايرد بلجن ريسيت ويب سايت. بس شوف اكيد شو يعني ريسيت ويب سايت، هيحذف. عشان هيك اذا بدكم تجربوها جربوها على موقع ثاني، هيحذف كل الصفحات. طبعا لو انتم تعملوها لو ما بدكم هيك افضل. بعض الاحيان لما نعمل تيستنج وبدأ يطلع موقع هيك احس انه خلاص، فيفضل مثلا يا بتعملوا يا بتحذفوا القديم اذا بتستعمل بس مجرد تجريب بالصفحات السابقه، او على مشروع جديد بتشتغله. الان لو انا ما شلت تشيك هنا مش هيحذف حاجه. تمام، لو انا سبت تشيك هيحذف كل الصفحات القديمة تبعتي وينشئ صفحاته الخاصة. طب هو يفضل ليش؟ لأنه هو أكيد حيملي صفحة اسمها هوم. طب أنا عندي صفحة هوم هصير أتخربط بيناتهم، هصير خربطة نفس ليش؟ بديش أعمل ريسيت أنا. تأكيد ما هو مسح، بده يمسح البيجز. طيب نعمل امبورت ونشوف شو حيصير. وبمسح بس البيجز لانه مشكلتنا في البيجز، كل القوالب بتعمل لي بيجز لإلها، البلاجز ملوش علاقة. الميديا لا، في الغالب ممكن يحذفها حسب، مش عارف إذا حيحذفها أو لا. بس غالبا هو حيركز إنه يحذف البيجز مش الميديا. ليش؟ لأنه الميديا مشتركة، بمعنى أنه ممكن يكون الصورة دي مستخدمة مش بس في هذه الصفحة، في أماكن ثانية، فغالبا مش حيحذفها، هو بس حيحذف البيج نفسه. طيب هو على حسب الإنترنت إن شاء الله، بس ما يكون النت بيساعد ينزل بدون مشاكل. نزل طيب كويس. إجاكي مركز تدريب قال أنا بدي أطرح دورات تدريبية أونلاين مثلا، أو مؤسسة جامعية أو مدرسة بدها تطرح دروس أو كورسات أونلاين سواء مجانية أو مش مجانية، يعني ممكن للبيع. تمام، وممكن لا انه، فغالبا بدنا بلجنز. لا هو على طول يبحثوا عن ال ام اس، هذا المصطلح المشهور ليرنينج مانجمنت سيستم. القائمة كالعادة هذه قائمة، حكينا نروح نغير اللوكيشن. اقرا الشهادة مكتوب فيها قائمة برضه، يعني فوق برضه قائمة عرض لك كل البيجز. طيب هو عبال ما يحمل الديمو شكله بده خلص، لان شو البديل الافضل من المجاني؟
الآن أشهر بلجن اسمها ليرن داش. ليرن داش هذه أشهر بلجن للليرنينج مانجمنت سيستم، تمام، اسمها ليرن داش. طبعا مش مجانية، هذه برو، ولا موقعها الخاص، هاي موقعها. لا مش موجود في الدوت اورج. لقيت هذه بلجن لحالها ممكن استخدمها بدون اي ثيم، وفي ثيمز بريميوم نستخدمها. خلينا نحكي من اشهر البريميوم ثيمز اللي ممكن تستخدم في الليرنينج مانجمنت سيستم، دبليو بي ال ام اس. صحيح، انا عندي نسخه برضه كنت نزلتها بس مش على اللابتوب، هذا كان نسيت اجيبها معي. تمام، هذا الثيم يعني ممكن نحكي رقم، لا لا سيل سيل، بس هو بيعطيني اكثر من ديمو، ميزته انه بيعطيني اكثر من شكل. يعني دبليو بي ال ام اس هذا هو الثيم اللي مستخدم الليرن داش. هم فعليا طوروا عليه شغلات كثير. يعني صحيح انا لما نزلته قبل سنه او سنتين لاحد الكلاينتس ما كانش هيك شكل الداشبورد، هم فعليا خلال السنتين اللي فاتوا طوروا عليه بشكل كبير. بس هو الصحيح انه في تقريبا كل شيء ممكن تتخيلوه او يطلبوا منكم الكلاينت في موضوع الليرنينج مانجر سيستم هتلاقوه على مستوى القالب، طبعا لانه مستخدم الليرن داش فعليا. النسخة اللي عندك متى، من متى؟ قبل زمان ولا جديد؟ كويس، ممكن تشاركيها معهم تجربوها هيك على، بفضل تجربوا لوكال او 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 اذا بظبط ترفع على وانتم على الهوستنج المجاني تجربوا، ممكن تجربوا. بس انا كمعلومة تكونوا عارفينها، مثلا اشهر بلجن كلحالها كبلجن ليرن داش، الان بلجن مع الثيم عشان يكون كل شيء متوافق وما نتغلبش في الستايلينج، بندور على دائما، ندور دائما على ثيم. يعني اكيد لما يطلب منكم يوزر، يجيكم كلاينت يطلب منكم مثلا شغله معينه، لقيت ممكن تدوروا على الثيم اللي بيستخدم البلجن، بدل ما تدوروا على البلجن لحالها دوروا على ثيم بيدعم هذه الشغله، اوتوماتيك بكون مستخدم البلجن. يعني افضل ليش؟ لانه لو انا جبت بلجن بدون ثيم انا هضطر اشتغل شغل الكستمايز وممكن ما يزبطش معنا في الغالب، لانه ممكن يحتاج ملفات اصلا تنعمل على مستوى الثيم، بدور على الثيم من البدايه جاهز. هي هي الثيم او البلجن بيكون جواه طرق الدفع يعني بيبال او غيره، بيكون موجود. ايش صار هان؟ لسه بنزل عشان دعوة ريفرش.
وبتروح طبعا على الوورد بريس ثيمز، هتلاقوا هنا طبعا اغلب الثيمز. طبعا في ثيمز تعتبر زي ما بنسميها مالتي بيربوس، بمعنى تستخدم لاي شيء تقريبا. اشهرهم فعليا الافادا وذا سفن وفلات سم. انا فلات سم جربته فعليا الثلاثة بيدعم الوو كوميرس في نفس الوقت، يعني هو يستخدم كوو كوميرس ومالتي بيربوس. انا فعليا جربته على متجر الكتروني في بورتو، كان مميز يعني. ما هو خلص في ثيم فورست، هذا اسم الموقع themeforest.net، هذا الموقع اللي انا بشتري منه البريميوم ثيمز يعني فعليا. تمام، ثيم فورست هو المكان اللي بنشتري منه البريميوم ثيم. لا مثلا ال WBLMS هذا هنلاقيه موجود هنا، لو انتم بحثتوا هنا على كلمة لير مثلا، او مش شرط نبحث، احنا ممكن هنا في الووردبريس في القائمة يعطيني انت شو الثيم لايش بدك اياه، مثلا لمؤسسة عاملين قائمة كاملة للإلمنتو. تمام، فنتكلم على education، هتلاقوا الأول ثيم هيطلع تقريبا هو ال WBLMS. اليوديمي كمان أو الإيدوما من الأشهر برضه من الثيمز المشهورة. الإيدوما والـ WBLMS اللي تحته، الاثنين كمان يعتبروا من أشهر الثيمز المستخدمة في Learning Management System. طبعا في غيرهم، بس بصير تفاضل ما بين هذا شو بيدعم أو شو الميزات اللي بوفرها بالثيم ما بوفرها الثيم الثاني. تمام، فمن المنطقة هاي أو من موقع ثيم فورست غالبا أنتم من هنا هتتوجهوا دائما لما تتعاملوا مع كلاينت، مش هتشتغلوا له فري حسب ميزانية الكلاينت طبعا. في الوقت في النهاية الكلاينت مش هيدفع فلوس، هو قال لك أنا بدي فري ما بدي تجيب لي بريميوم، فبكون شوفوا حلول في الفري. طيب الآن في الليرنينج مانجمنت سيستم حكينا هدول البلاجنز أو هدول الثيمز. الآن مثلا ممكن يجيني كلاينت يحكي أنا بدي موقع إي كوميرس، بس مش أنا التاجر، اليوزرز هم التجار. يعني زي موقع علي بابا وامازون، انه انا كبنش حساب وبصير اضيف منتجاتي وابيع، فانا بنسميه زي نظام اللي هو اللي ما بنسميه طبعا في الانك في الووردبريس او كمصطلح عام مالتي فيندور. المالتي فيندور تمام، انه اكثر من متجر، في مش متجر واحد. وطبعا غالبا المتجر هو عباره عن يوزر، هو اللي بيكون زي السوق تقريبا. طب شو افضل حل للمالتي فيندور؟ الان دكان، موقع اسمه دكان، طبعا هو من اسمه حتفكروه عربي بس هو فعليا مش عربي يعني اللي مطورينه، لانه اعتقد اصلا كلمة دكان هي اصلا كلمة اجنبية. طبعا دكان تيجي بنسختين، نسخة فري ونسخة برو، واكيد طبعا هتكون البرو فيها فيتشر. بس اللي جاي ننزله طبعا لها موقعها الخاص اللي هو ويدلز،
طبعا لو رحتوا هسه على wordpress.org هتلاقوها موجودة في wordpress.org. أنا رحت على plugins في wordpress.org، بحثت على كلمة دكان، تمام هي موجودة. مجانية بس في منها نسخة برو نفس الفكرة. طبعا تسمح لي انه انا اضيف حاجه بسميها الفندورز اللي هم التجار، يعني حضيف لي قائمه هيك على الداشبورد ممكن تجربوها، وبصير عندي حاجه اسمها فندورز، وبالتالي كل فندور هو عباره عن زي متجر وفي المنتجات الخاصه فيه، بصير المنتجات تابعه لفندور او لمتجر. الان في لها مقابل الووكوميرس نفسه، في عنده بلجن اضافيه او اكستنشن اضافي اسمه اللي هو ووكوميرس مالتي فندور، بس هذه مش مجانية. يعني لو رحت على موقع ووكوميرس نفسه في الماركت بليس في الاول اكستنشنز مثلا، وبحثت على مثلا كلمة مالتي فيندور، مثلا في بازار مالتي فيندور، هذا اكستنشن حقه 80 دولار مثلا، يعني تقريبا ممكن نحكي تقريبا شبيه باللي بيقدمه الدكان يعني، بس هو الاصيل المشهور اكثر دكان. بس في مالتي ستور اعتقد، مالتي اللي هو متاجر في الموقع كله بتكون مش اكثر من متجر زي فكره دكان بالضبط. الوو كوميرس نفسه عامل اللي هي مالتي في بازار، شكلهم مغيرين اسمه، صار اسمه بازار بدل مالتي، كان في اسم مالتي فيندر او مالتي ستار. مشهورة لا قصدك انه مستخدمين وو كوميرس ولا مشهورة؟ امازون مالتي ستور مالتي فيندور، علي بابا او علي اكسبريس مالتي فيندور، تمام. انه بتخلي انا ليش انا بدي اجهز بيئه للتجار يبيعوا من خلالي وانا باخذ نسبه. يعني حتلاقوا لما تنزلوا دكان في شاشه اعدادات لصاحب الموقع انه قديش ياخذ نسبه على كل عمليه بيع مثلا. بالضبط، قصدي انا ايش حستفيد؟ انا لما اوفر خدمه ايش حستفيد؟ حستفيد انا كل عمليه بيع باخذ عليها نسبه، تمام؟ في متاجر ما عندهاش القدره تحجز دومين او تحجز هوستنج او تجيب مبرمج يطورها متجر، خلاص بتستخدم البلاتفورمز الجاهزه وبتنشئ عليها حساب بالضبط. يعني في طرق كثيرة، يعني في ناس فعليا بتوجه. أنا كشخص عادي أنا مش تاجر أصلا، ولا ما عنديش أي تجارة محلية، بس بدي أبيع شغلات يعني أونلاين زي يعني إكسبريس. حسب الاكثر فيزيتنج يعني بتصير تقريبا السيو عفوا جوجل عنده شغال يعني اي اي انتليجنس، يعني هو بناء على الزوار المواقع بقيس يعني شو الاكثر المتاجر اللي بيتم استهداف، يعني غير قصه انه هو السيو كتاجز وكروابط. برضه موضوع انه ما لها علاقه بالمنطقه، في يعني الغوريثمات كثيره انه مثلا بنلاقوا منطقه غزه كلهم بيركزوا. أكيد أنت لو بحثتوا عن أي خبر غالبا بحط لكم موقع دنيا الوطن أول موقع جوجل اللي جاب دنيا، لكن لو واحد بحث عن نفس الخبر مش حطلع له دنيا ولا برا فلسطين أو برا غزة، مش حطلع له دنيا الوطن على سبيل المثال، حطلع له موقع تاني. أنا خلص جوجل عارفة منطقة غزة، الكل بيروح مثلا على دنيا الوطن عشان موقع محلي. فهي يعني في شغل كتير في موضوع محركات البحث.
عموما دكان لو انطلب منكم انه انا بدي اعمل اكثر مالتي فيندور، يعني او انا بدي يكون موقعي بيحتوي على اكثر من متجر، فعلى طول بيروح بالكم لبلجن اسمها دكان، سواء نزلتوا البلجن المجانيه جربوا نزلوها وتعاملوا معها. يفضل دائما هاي البلجنز الفتره هذه جربوها نزلوا، حاولوا تكونوا فاميليا في التعامل معها. في النهايه الوورد بريس زي ما حكينا بلجنز كثيره، وبالتالي هي لو بدنا ناخذ كورسات في كل بلجن بده كورس، تمام. لكن التعامل مع البلوجرز مش يعني مش صعب في النهايه، هي مجرد انه احنا ممكن نقرا الدوكيومنتيشن. يعني انا ما عرفتش اتعامل مع الواجهات، ممكن اقرا الدوكيومنتيشن بوفروا لي اياه. هاي بدي اجرب انزلها وبعدك بنفعل هون شوف. طيب لو جاني جمعيه خيريه، هذا الخيار الثالث، ممكن مثلا زي شؤون المراه او اي جمعيه خيريه ثانيه، بتحكي انه انا بدي اعمل موقع لجمع التبرعات. جمع التبرعات او في بابا بتدفع، بس انه الناس تتبرع، بدي اعمل حمله مثلا كسوه العيد او ضحيه او مثلا حمله للاضاحي. كثير انتم بتشوفوا الجمعيات الخيريه بيعملوا شيء زي هيك، او مثلا كفاله اليوتما، هذه حملات بدي اجمع تبرعات لها. لان كمان الوورد بريس عامله او في ديفلوبرز عاملين ثيمز وبلجنز للموضوع هذا، تمام. لان اشهر كمان بلجن تستخدم في التبرعات اسمها دبليو بي جيف اعتقد، ولا اسم الثيم بلجن ولا ثيم جيف دبليو بي، هذا اسم البلجن جيف دبليو بي، تمام. اشهر بلجن تستخدم لموضوع التبرعات او حتى الفند ريزنج، مرات بيسموها اصلا تبرعات الفند ريزنج، انه اتبرع عشان شغله معينه. هذا البلجن طبعا برضه فري، وفي منها شيء برو. دائما اغلب البلجنز فري وجزء منها بيكون برو، بس الفري تقريبا مناسب. اسمها جيف دبليو بي. في ثيمز معمولة إلها، أنا فعليا اشتغلت لأحد الجمعيات على هذه البلاجن. الثيم اسمه أعتقد نفس اسم البلاجن، بس في ثيم فورست هنلاقيه، نسيت اسمه بالظبط، بس أعتقد دبليو بي جيف يعني عكس الاسم. طبعا لو بحثتوا اصلا على شاريتي، اذا في شاريتي هنا في الشي نون بروفيت، هي مرات بتكون من ضمن النون بروفيت ثيمز، هاي شاريتي غالبا في الشاريتي، مش هاي البلاج الون، هذا البلاجن عفوا، هذا الثيم، هذا الثيم انا فيني استخدمته، ما وهو بيدعم داخليا البلاجن تبعت الجيف دبليو بي، تمام. طبعا يمكن اغلبهم هذول حتلاقوا في اغلب الثيمز الثانيه مستخدمه الجيف دبليو بي كبلجن، يعني الثيم عاده ما بيوفر هو اصلا الحل نفسه، الحل هو عباره عن بلجن، بس هو الثيم مستخدم هذا البلجن وداعم، بحيث انه هو حكي زي ما حكينا عامل التصاميم الخاصه للصفحات اللي بيحتاجها هذا البلجن. يعني انا اشتغلت هذا الموقع هذا بينفع استخدم الموقع ثاني؟ هو بينفع، بس عند التفعيل مثلا هل لما اجي ادخل اللايسن كود، لانه هذا الموقع لما نشتري منه الثيم حيعطيني اللايسن كود، حيطلب مني بمجرد ما اعمل اكتيفيت للثيم ادخل اللايسن كود. قلت لو انا رحت نزلت الثيم كمان مره على موقع ثاني حيطلب مني ادخل ايش اللايسن كود، حكيت اذا جيب لي ادخل اللايسن كود كمان مره خلص مشيت امورنا، ما قبل لانه قال لك لا انت مستخدمه في موقع ثاني مش حتظبط تستخدمه. ما انت قال ايش فكره اللايسن كود؟ هو الثيم حيشتغل، الموقع حيشتغل، بس اللايسن كود مثلا عند موضوع الديمو حيكون مطلوب، يعني عشان تقدر تنزل الديمو داتا بدون اللايسن كود. حكيت ممكن ايش تلجأوا؟ تاخذوا الديمو داتا اللي نزلتوها في الموقع الاول وتحطوها، يعني تاخذوا باك اب من الداتا بيز وتحطوها للموقع الثاني وتعدلوا، هذه حلول، تمام. يعني انا مثلا ممكن اذا انا ممكن استخدم، ممكن
بدون اللايسن كود كمان، انه انا ممكن بعد ما الموقع الاول اخذت انا عملت منه ديمو داتا بحطه مع جانب، يعني باخذ باك اب من الداتابيس واحطه على جانب، انا اعلمه طرق التحايل تمام. اول ما انزل الديمو باخذ الباك اب من الاكسبورت للباك اب للداتابيس كامل او لجدول تحديدا البوست، وممكن الاوبشنز معه، لا بدنا البوست لحاله والبوست ميتا والاوبشنز، خذوا باك اب للداتابيس كامله مش مشكله. بس في الثلاث جداول بيلزمونا جدول، في جدول اسمه بوست وجدول اسمه بوست ميتا، وفي الغالب ممكن الاوبشنز او جزء منه، بس الاوبشنز بناخده احتياطا، باقي الجداول ما بتهمناش كثير. طبعا في بلجنز بينزل معها جداول اضافيه، يعني قلت لك ان الوورد بريس بيجي معها جداول في الداتابيس، في بلجنز مثلا زي الجيف دبليو بي بينزل جداول اضافيه، الووكوميرس لما نزلناه فعليا ضاف لي جداول اضافيه، فهذول اكيد حناخذهم كمان في الاكسبورت. فهو انا عشان هيك بحكي خذوا اكسبورت كامل. بعد كده بتنزلوا اي مشروع جديد بدكم تستخدموا في نفس الثيم، بدل ما تعملوا انستول لوورد بريس من اول وجديد، تنسخوا كأنه ايش المجلد تبع الوورد بريس، وبتنسخوا الداتابيس كداتابيس ثانية، وهيك بصير لكم مشروعين مختلفين كله نسخ. يعني بدل ما نعمل انستول من اول وجديد بنعمل نسخ من مجلد الوورد بريس لمجلد ثاني بنغير اسمه، وبنعمل نسخة جديدة من الداتابيس، وفي الكونفيج تبع المجلد الجديد ايش بنعمل؟ بنحط ربط مع الداتابيس الجديد بالضبط. تمشي يعني الامور فيها ممكن نتحايل فيها. بس انا كنصيحه يعني خاصه لما نشتغل مع اجانب، عشان موضوع انه عندهم هم موضوع اللي هي الحقوق الملكيه دي مهمه جدا، فلا نشتغل رسمي وايش بكلف ما هو اكيد محسوب يعني. هو انا الصحيح المشكله برات بنسى وين حطيت القوالب، لانه انا الصحيح الفتره الماضيه شغلي في الوورد بريس قليل كثير، يعني بركز على شغل ثاني. بس انا الدبليو بي ال ام اس كان عندي، بس يعني القالب يمكن عمره سنتين، من سنتين. الالون هذا برضه يمكن من سنتين او ثلاثه استخدمته، فبرضه يعني اكيد حيكون قديم شويه. بس انا ان شاء الله اللقاء الجاي او برفع لكم اياهم على روابط وببعث لكم الروابط وعادي جربوها. كيف البلاجن؟ البلاجن لا، هي البلاجن ايش اسم البلاجن حكيت لي انت؟ دبل بي فورس. تستخدمها على اي موقع؟ يعني بس اذا كانت بروب لها لايسن، لا بتصير حسب اللايسن، لا حسب اللايسن. حقيقة البلجنز او الفورم بيلدرز اللي بده يسمح لك تاخذ الانتريز مجانيا، مثلا النينجا فورم بيسمح، يعني كانت ممكن من اول توجهت للنينجا فورم، للنينجا فورم بدل الدبليو بي فورم، او في مش عارف مش متاكد موضوع الانتريز او لا، في بلجن اسمها فورم فورميدابل حاجه زي كده. قد متى مواقع الحجوزات سواء حجز فنادق او حتى رحلات او ترافلنج مرات يسموها، برضو في لها بلجنز، وغالبا نفس الفكره، ممكن في بلجن تكون مجانيه بس ما تعطينيش اللي انا بدي اياه، وممكن نرجع اكيد للبرو. خلينا نشوف الفري في الاول ايش في عندنا في البلجنز الفري، لو تكلمنا على كلمه بوكينج بشكل عام. طبعا هذول مجرد بوكينج، يعني انظمه للحجز للمواعيد، يعني بس مجرد انه انا زي بعمل كالندر وان انا متاح وانه يحجز تمام. ففي الغالب موضوع انه تستخدم لربط مثلا لحجز فنادق او مثلا رحلات مش هيزبط، فالتوجه هيكون دائما انه نلاقي ثيم كامل بالباجنز اللي هو بيكون مثلا مستخدمها تمام. سميت هذا البلاجن او هذول البلاجن بيستخدم بشكل عام للحجز، بس مش هيكون هم اللي احنا بدنا اياهم فعليا.
لان نفس ووكوميرس، لانه عاده الحجز مرتبط مرات بدفع، يعني بما انك تحجز فندق او تحجز رحله فبدي ادفع مقابل رحله. ففعليا الووكوميرس نفسه بيجي مع اكستنشن للحجز، وغالبا اغلب الثيمز بيستخدموا هذا الاكستنشن. يعني اغلب الثيمز هتوفر موضوع الحجز، تمام، هم بيستخدموا الاكستنشن اللي بيجي مع الووكوميرس اسمه بوكينجز. لو رحنا على موقع ووكوميرس كمان هنا وحطنا كلمة بوكينج، ممكن بيكون جاي مع الثيم، يعني خلاص ما فيش داعي. حاسس في شيء غلط. ووكوميرس بوكينجز هذا الثيم اعتقد مجانية حتى. طبعا زي ما حكينا في الووك ووكوميرس بوكينجز لموضوع البوكينج، طبعا برضه بيعطيني بس إمكانية البوكينج وتفاصيلها، لكن موضوع كيف يظهر شكل البوكينج كيف حيتم ربطه في الغالب بدنا ندور على الثيم، وهذا الأفضل دائما نجيب الحل كامل بدل ما نجيب جزء من الحل، نجيب الحل كامل. أغلب البوكينجز ويب سايتس هتلاقوها مش فري، هتلاقوها بريميوم، وبالتالي حتى ممكن تلجأوا إلى نفس الفكرة من موقع ثيم فورست لو بحثتوا على كلمة بوكينج أو ترافلينج. بس إحنا بدي أشيل الفلاتر، أنا بدي أشيل قصة إن أنا ترافلت، أنا بحث من أول وجديد. طبعا لو أنا بدي مثلا لفنادق بتوجه للثيمز الخاصة بالأوتيل بوكينج، تمام، في موضوع الترافل عشان شركات سياحية بتعمل رحلات وبدها الناس تشترك في الرحلات هاي وتدفع. طبعا أكيد مش هتوقع مع كلاينتس خارجيين، أكيد مش كلاينتس من غزة في موضوع زي هذا. طبعا أي ثيم نبي نطلع عليه عشان برضو نعرف كيف نختار احنا من الثيم فورست. طبعا غير انه احنا الساحل اذا بهمني السعر قليل او عالي، نطلع على موضوع زي ما حكينا التقييم، تمام، ونتكلم على هنا شوف الريفيوز، يعني ايش الناس بتحكي، يعني ممكن نقرا الاشخاص شو بيحكوا. مثلا هذا بيحكي لك انه هذا مثلا اعطاله نجمتين عشان بس انه سيء في الدوكيومنتيشن، يعني مثلا وماست اوف ثينكس تو تشينج ريكواير كودينج، يعني هذا الشخص عشان يعمل كاستمايز الطريق يدخل في الكود. هذا مثلا بيحكي لا السكريبت بيرفكت، وهذا بيحكي كويس، فممكن نقرا موضوع. لكن مثلا لما يتكلم على انا موقع عربي، طب بدعم ال RTL او لا؟ فبنروح برضه ايش الاوبشنز نشوف هل هو ضايف كلمة RTL في مكان الاماكن او لا. مثلا كاتب لي مالتي لانجويج كومباتبل وذ دبليو بي ام ال اند ار تي ال اوت وذ ارابيك لانجويجز، تمام. كمان من الشغلات اللي بنبحث عنها لو انا ما عندي بالعربي على سبيل المثال او الار تي ال بشكل عام. وبعدك بتعملوا بريفيو اذا عجبكم تستخدموه. طبعا ممكن هو كمان بيوضح هو بيستخدم شو البلجنز اللي بيستخدمها، يعني في في الدوكيومنتيشن يوضح شو البلجنز اللي بيستخدمها وهل هو موفرها من ضمن الثيم ولا لا. كمان فهي الامور يعني لازم تقراوا الديسكريبشن. مثلا هنا هيك حط لي ونشوف معها.
تمام تشيك اوت مع الووكوميرس. هو فعليا اغلب البلجنز او عفوا اغلب الثيمز حتى بتاعت البوكينج كلها مرتبطه بالووكوميرس. هتلاقوا دايما لما تنزل الثيم بيطلع لي ريكومندد ووكوميرس، انه لازم يتم تنزيل البلجن تبع الووكوميرس. فعليا بيعتبروا البوكينج زي منتج وبتمشي راهو من طبعا من خلال ووكوميرس، يعني زي كانه بيعمل منتج في الووكوميرس للترافل هذه الرحله، وبالتالي لما يجي شخص يحجز وكانه شرى الرحله هذه، هيك بيتم التعامل معها داخليا. تمام. في الفري هل احنا في الفري ثيمز هاي هو، هل في شيء في الفري ثيمز او لا للترافلنج او للبوكينج؟ هنا حجز مواعيد، هنا ترافل بوكينج في ثيم، وهنا في اوتيل، يعني في حتى في الفري حنلاقي الا ما نلاقي في الفري. دكتور هو اصلا هذه بسميها الابوينتمنت بوكينج، ممكن تكون هي حجز مواعيد، يعني في الغالب ابوينتمنت بوكينج ممكن تكون لموضوع دكتور. في بعض الاحسن في بعض النوادي الرياضيه او المدربين الشخصيين بسموه مدرب شخصي، انك تحجز موعد مع المدرب هذا مثلا عشان يعطيك دروس، برضه نفس فكرة الدكتور. ولها ثيمز، يعني حتى في حتلاقوا ثيمز كثيرة هنا في الثيم فورست لموضوع انه ايش الحجوزات مثلا مع المدربين الشخصيين. مثلا الثيم فورست دائما فيش شيء مجاني فيه، ممكن يسموها بيرسونال. ولو بحثوا على كلمة جيم نفسها اللي هي النوادي الرياضية هتلاقوا الثيم الخاصة للنوادي الرياضية، من ضمنها فيها نظام حجوزات مع المدرب، وفي لو هي في البوكينج ممكن نلاقيها كمان، بس هما حيركزوا هنا على أو حتى هي تعتبر من ضمن مرات الـ LMS Learning Management System. رجعنا على موضوع الـ Learning Management System أو الـ Education بشكل عام، هنلاقي مثلا من بعض الـ Themes المخصصة لموضوع الـ Learning Management بس معمول لموضوع مثلا التدريب الشخصي، يعني مدرب أو حتى مرات في الديموز بتكون الشغلة هذه، يعني في الديمو تبع الـ WBLMS على سبيل المثال. لو رجعنا على الـ WBLMS أروح على الديمو، طبعا هتلاقوا أشكال ضخمة من الديموز اللي عاملينها. فمثلا في من ضمن الديموز إنه أنا أعمل هاي مثلا instructor demo، يعني بس إنه هذه بس إنه أنا مدرس وبحط كورسات. يعتقد أنا شفت أصلاً بتذكر وين. طيب هي في الحجوزات في الحجز في البوكينج. طبعاً هي مثلاً عامل لي ديمو للـ RTL، وهيك أنا بتأكد إنه هل فعلاً الـ RTL عندهم مظبوط لهذا الديمو أو لا. Personal. أو هي ممكن نسميها مش personal، ممكن نتكلم على هي موضوع المواعيد. حتلاقوا لا بلجن ولا شيء جاهز لهيك شغله، يعني مثلا انه مجموعه يحجزوا. لا ما هو احنا خلينا نتخيلها كيف، انه احنا اتفقتوا انتوا
أربع خمس أشخاص تحجزوا مع مدرس قسم واحد، هذا الوضع الطبيعي. قلت له احنا لا، بده يكون هو فاتح انه هذا جروب مفتوح انه يسجلوا فيه خمسه، مجرد ما الخمسه يحجزوا يسكر مش عارف اذا حتلاقوا هيك اشي او لا. عصام ما جربتش، فاهم انه بشكل عام هي الصحيح في حاجه اسمها هنا الافيلابيلتي بوكينج، هي بتختلف عن البوكينج. اكيد في لحظه هنا في عندي فلو كوميرس، في عندي بوكينج، في عندي بوكينجز افيلابيلتي. هذه بتستخدم عشان يحجز موعد، تمام، وانا بكون محدد فيه وقت انا فاضي، بس ما بعرف اذا بيسمح موضوع انه اكثر من واحد يحجز في نفس الموعد هذا او لا. بس غالبا غالبا اللي انت بتحكيه مش متاح، يعني لو بدي نعمل ممكن يضطر نعمل كاستم بلجن اعتقد هيك، او بدنا نبحث هل فعلا في حدا فكر بهيك شيء وموجود او مش موجود. طيب هنا كل ما يتعلق مثلا الموضوع هاي في عندي تيمز خاصه بس للدكتورز بوكينج يعني، تمام. انتوا حاولوا مرات حتى تدوروا بوكينج عامه، طب انا بدي دكتور بوكينج، ممكن ابحث عن تيمز لها علاقه بالدكتور اكثر او كلينيك، تمام، عشان يصير يعطيني تيمز حتى مناسبه للي انا بدي اياه. انا المشكله اللي عندي على اللوكال، صرت بس اقعد فوق الويب سايت يعلق عندي الجهاز، فمش عارف اعمل انستول للديمو زي احنا استناه. فاحنا في 10 دقائق، اللي حاب اجرب دكان، حاب اجرب الليرن اللي انا نزلناها، او حتى الجيف دبليو بي وتشوف ايش الاوبشنز اللي فيها، وانا بتابع معكم.